الحاج اشرف السعد. اولا الحمد لله على السلامه، مره تانية مبروك. الله يسلمك يا حبيبي، الله يسلمك، فينك الله يسلمك. دلوقتي؟ الحمد قول لي لله. فينك دلوقتي. انا عديت واحة عمر. ايوه. انا طلعت من سجن مديريه امن اسكندريه. نعم. بعد الفطار بساعه كده. نعم. خلصت كل الحاجات اللي عليك؟ الحمد لله. والله يا استاذ احمد مش عايز اقول لك، بصراحه كان كابوس. كابوس. بصراحه كان انا اتنفخت. انا بقيت اقول لهم يا جماعه انا اشرف السعد بتاع انفو خسيس. والله العظيم. بس والله الحمد لله، رب دارت النافعه الحمد لله. لا كده خلاص تجربة. يعني تجربة. لا ما طلعتش لما كل حاجة. تخيل يا استاذ احمد. بس يلا خير يعني. لا عندك يعني والله تخيل ان هو مش عارفين بقى، انا قاعد هناك مش عارفين انا في ايه. في احكام بس مش عارفينها هي ايه. يعني النهارده اخدت رسالة المحامي العام الحقيقة، حاجة الحقيقة يعني. نعم. قال لي انا مش عارف، مش عارفين الورق مش موجود بتاع القضايا. وقضية ب 1200 جنيه. فقلت له يعني ايه، مش محدش عارف مين اللي عامل القضيه دي. بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. طلعت وانا ماشي على الطريق الصحراوي، الحقيقه مش مصدق ان حاجه في ولا في الحياه. ايه اللي اتغير يعني في مصر يعني 30 سنه دول؟ ايه اللي اتغير؟ لا لحد دلوقتي ما شفتش غير الطريق الصحراوي. انما وانا خارج من مطار القاهره اتخضيت. مش هي، لا مش حاجه تانية، واحده حاجه بلد تانية يعني. مش عشان والله، ما خلي بالك اقسم بالله فعلا انا صادق. لا انا بتكلم عن بلد تانية يعني. يعني مش هي دي مصر اللي انا سبتها يعني. نعم. بس انا الحقيقه انا كنت محبوس في اسم مصر الجديده. مصر الجديده. الحقيقه انا عايز والله عايز اشكر المامور هاني بيه، وراجل في راجل هناك نائب المأمور احمد بيه وصي. الحقيقه انا والله العظيم مهما قلت ومهما عدت ما هعرف يعني. هذا الرجل والله العظيم يعني عارف، كان شمعه في حته في منطقه كانت، مش عارف والله. انا بشكره فعلا، بشكر الساده كل اعضاء سجن مصر الجديده، اسم مصر الجديده، وسجن مديريه امن الإسكندرية، واسم الرمل. الحقيقة طبعا هي تجربة سيئة جدا. انا يعني عشان اكون صادق معاك، انا كنت حاسس ان انا بحلم. انا كنت حاسس ان انا بحلم والله يا استاذ احمد. يعني بس دلوقتي الحمد لله انه ما عليكش اي شيء تاني خلاص. لا انا في الشارع. انا ما كانش لا استطيع ان اخرج. لو علي مخالفة مرور. خلاص. يعني انا قعدت لحد لما جابوا لي يعني اللي هي بيسموها الشهاده البيضاء دي بتاعت ال ادوكوا خلاص الشهاده البيضاء مش بالتشبيه. نعم. لا ما كنتش اقدر اخرج. انا بقالي 4 ايام مسجون. انا بقالي 4 ايام في السجن، مش في حبس. انا بقى 4 ايام في السجن. اصله اتقال اشرف السعد جه هو بالتالي. نعم. هيروح بيته على طول ومفيش حاجه هتحصل. بتقول 4 ايام بترحل من حتة. لا يعني اصلا ما كانش، انا ما اعرفش ايه القضايا، هم لحد دلوقتي مش عارفينها هي ايه. خلي بالك انا معليه، انا ما اعرفش هي في قضايا بس مش عارفينها بقى لها 30 سنه. لا هذه القضايا الان اغلقت بالكامل. تمام. امال انا بكلمك ازاي من الشارع؟ تمام. لا انا تليفوني كان متاخر، كان مسحوب مني تليفوني، مسحوب مني كل حاجه. كان منعزل عن الدنيا يعني. نعم. فطبعا الحمد لله. وطبعا انا يعني مصر في دمي وفي قلبي. وانا بقيت اقول لهم يا جماعه انا كنت اموت عشان الشرطه في لندن. بقيت اقول لهم يا جماعه ده انا كنت اموت عشان الشرطه في لندن، بدافع عنكم. فيقولوا لي والله دي القوانين. ولا قلت له انا موافق، طبقوها بس يعني ايه القانون شويه. القانون. لا يعني انا موافق وانا مش ضد القانون. هل مروح البلد دلوقتي؟ يعني خلاص في الطريق للبلد؟ لا انا الحقيقه لا انا مش رايح البلد النهارده، لان الطريق صعب شويه. في شبوره، في بتاع عاصفه رمليه. واللي سايق معايا، اللي سايق العربيه مطلع عيني، اللي خلفه اهلي والله العظيم. مش مصدق المرور يا استاذ احمد. انا بناشد وزير الداخليه، المرور خلي بالك، الطرق احسن من طرق لندن والله العظيم. والله العظيم الطريق اللي انا ماشي فيه ما فيش البنكره زيه. بس المرور المفروض ينضبط شويه، ده في ناس ماشيه، التكاتك ماشيه بالعكس.
يعني يعني هتبقى عشان طلعت موتها. فلا الطرق مش موجوده في انجلترا فعلا. حاج اشرف الحمد لله على السلامه. هتروح البلد انت خلال كام يوم؟ بكره ان شاء الله. بكره انا في 100 خريطه ان شاء الله. ان شاء الله سامع كده عاملين لك احتفالات هناك واستقبالات وحاجات. طبعا 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 طبعا. هنتابعك الحمد لله على سمتك على الاسفلت دلوقتي. انا الحلقه عديت واحد عمر. عارف واحد عمر؟ ايوه عارفها. يلا فعديناها وطالعين على الطريق ان شاء الله. توصل بالسلامه حاج اشرف السعد. بشكرك وحمد لله على سلامتك. اذا